المشاهدين في البداية من هو عبد الله وكيف كانت بدايات حضرتك الهلمية والعملية؟ والله أنا اسمه موظف حكومي. زين، بديت حياتي كموظف حكومي وأحب البزنس يعني بشكل عام. كنت شغال في السيارات، يعني أشتري في السيارات، أشتري سيارة أبيعها، خليها عندي أسبوع يعني شهر أتمشى فيها وأبيعها، يعني مثل ما تقولين أستخدم السيارة وأبيعها، أشتري وأبيع في السيارات. وبعدين اتجهت قلت ليش ما أطور من نفسي، يعني ليش بس أنا أقعد على مجال السيارات، ليش ما أطور من نفسي أفتح لي محل. فكرت، جاتني فكرة اللي هو التراك، قلت ليش ما أنا أتميز بشيء، يعني المحلات موجودة في كل مكان، أنا بتميز بشيء مش مقدم مش موجود. فرحت فتحت اللي هو التراك اللي رويتكم إياه، اللي هو تراك تصميم أزياء، داخله عبي وملابس فساتين بشكل عام، اللي هو الباص الكبير اللي هو باص الروز 32 راكب، وسويت داخله بعد غرفة تبديل ملابس عسبة، خلاص يعني دخل الكاستمر يوصله لين بيته، يطلبه حتى لو هو في دوامه يوصله لين عنده ويشوف، يشوف اللبس اللي يبغيه، يشوف العباية اللي يعني أي تصميم كان في خاطره، إن كان من عبي أو من ملابس أو من فساتين، يعني اللي في خاطره نحن ننفذ له إياه، ناخذ نشوف شو اللي يبغيه نصمم له إياه وننفذ له إياه. وإن كان يبغي بعد جاهز، كانت بعد الملابس الجاهزة موجودة داخل التراك، ياخذ اللي يبغيه في نفس الوقت ونعدله في نفس الوقت ويستلمه. وبعد كده تطرقت الهولا ديزاين، بعدها قلت افتح محل لانه كان في طلب اكبر على المحل من اهالي بنياس وحواليها، فقلت اروح افتح في اماكن شعبيه، يعني بدل ما افتح في مول كبير بيصير لود كبير على الكاستمر اللي بيجي، فليش ما افتح في مكان شعبي يكون ايجاره زين وتقدر انك انت تقدم خدمات متميزه باسعار في متناول يد الجميع. فمنها دورت وحصلت اللي هو يا سمارت، بصراحة يعني كيا سمارت كإدارة جيدة، متعاونين، إيجارات جيدة، مول حيوي، مول صغير وحيوي ومستقطب الناس كلها، وحتى في أيام كورونا كان مول حيوي وملتزمين يعني ومريحينك، يعني ما يتعبونك من ناحية إجراءات وهذا، والمول يمشي بسلام يعني طيب وسكرتية تحصلهم على طول، عمال نظافة غير المولات الثانية، المولات الثانية عمال النظافة ما يدخلون ينظفوا لك داخل المحل، يا سمارت لا يدخلون ينظفوا لك داخل المحل، يعني يساعدونك في مساعدات منهم، يعني يمسهلي لك الوضع، فيسهلوا لك الوضع أنت تقدر تقدم، تقدر تعطي للجمهور بشكل جميل وبشكل جيد. فمنها هذه أنا قمت أتوسع فيها، فبديت فيها أنا كخياطة، أنا يوم فتحت المحل بديت كخياطة اللي هي الفساتين والعبي والمغربي، المغربي اللي هو القطعتين والقطعة. أنا كنت أسأل حضرتك فكرة بقى هولا ديزاين تحديدا قامت على إيه، والفئات اللي بتستقطبها من العملاء، خلينا نقول أي فئات، وإزاي بيتم التواصل معاهم وشكل الخدمات اللي بتقدم؟ والله شوفي كفئات اللي نستقطبها جميع الفئات، لأن أسعارنا الأعمار من الصغير للكبير، نستقطب الكل، كل الأعمار، كل الفئات، لأن أسعارنا في متناول يد الجميع، ما هي أسعارنا غالية ولا هي نازلة، يعني في متناول يد الجميع، يعني الأسعار يعني كهاند وورك، شغل يدوي وشغل نظيف بصراحة وكواليتي جيد. بعدين أنا شو اللي فكرت فيه، قلت ليش ما أنا يعني بما أن أنا أخيط وأجيب القماش من برا، ليش ما أنا أجيب أبيع القماش إنزين وأخيط، ومنها الناس تستفيد من القماش، يعني اللي ما يبغي يخيط من عندي القماش موجود عندي، يشتري القماش من عندي ويروح يخيطه برا اللي يبغي.
اللي حضرتك بتستخدمها، هل بتعتمد في الأقمشة على مثلا التصنيع أو الاستيراد؟ منين؟ خاصة إنه شايفين عندك قطع كتير مميزة خاصة في الأقمشة يعني. فمنين تستقطب المواد أو الخامات اللي بتستخدمها في هذه الخياطة؟ شوفي، على حسب، في أقمشة نحن نجيبها من دبي، حلو، وفي أقمشة نجيبها من شو اسمه من السعودية، وفي أقمشة نجيبها من إيطاليا من روما. يعني بصراحة أنا كأقمشة أنا يعني مركز عليها بشكل رسمي، يعني أنا بنفسي ما أخلي أي حد يروح يعني يجيبها. يعني أنا مركز في البزنس أني أنا اللي أجيب كل شيء، أني أنا اللي أبذل مجهودي عسبة أني يكون أفضل جودة بأفضل كفاءة. لأن إذا ما هو أنت اللي تتابع المشروع بنفسك وتنتبه له، ما راح يعطيك الستاف، ما راح يعطيك مثل ما أنت تبغي، غير يوم أنت تشتغل الشغلة، غير يوم حد يشتغل لك إياها. اللي يشتغل لك ما راح يعطيك مثل فكرك أنت، لأن أنت تفكر بمنطوق وهو يفكر بمنطوق ثاني، لأن كل حد وله فكرته، عرف؟ بس يوم أنت تمشي بفكرة معينة، أنت تتوجه للشيء اللي أنت تبغيه، فأنت يوم بتشوف هذا الشيء جميل، هذا جميل، هذا جميل، ممكن أنا يعجبني أنت ما يعجبك. فأنا أشوف شو اللي يستقطبونه الناس أكثر، شو اللي يعجبهم أكثر، فهذا أتوجه عليه. والأقمشة اللي هي السادات بشكل عام تجي من تايلاند، في من كوريا، في من اندونيسيا، في من الصين، في من كذا دولة، بس هذه نحن نستوردها من دبي، يعني تيجي جاهزة في دبي شركات الموزعين ونحن نجيب من عندهم. خلينا نتعرف أكثر على فريق العمل وإزاي بتختارهم وعلى أي أسس. والله شوفي، أنا كفريق العمل أول شيء أجيبه أختبره طبعاً، أعطيهم اللي هي فترة الاختبار اللي هي شهرين، أختبرهم أشوف شو كفاءته، شو يقدر يعطيني. أنا في البداية أضغطه بشكل، يعني أضغطه أو أخليه يعيش في بيئة مضغوطة، أضغطه نفسياً عسبة أشوف شو ردة فعله، شو ردة فعله، لأن ردة فعله بتبين لي هل هو بيقدر يتحمل الكاستمر يوم بيون أو لا، إن كان خياط وإن كان بائع للقماش. خاصة وإن العميل دائما على حق. صحيح، العميل مهما كان حتى لو كان خطأ فهو على حق، لو شو ما يكون هو صح، أنت ما تطلع العميل حتى لو هو غلطان، ما تطلعه غلطان، لأن الكاستمر الواحد يجيب لك 10، والفيدباك كمان كويس أو واللي يطلع من عندك زعلان هذا شل من عندك 20، شل من عندك الضعف. لأن الواحد يوم يروح معاه مجموعة، ويجي يجيب معاه مجموعة، بس يجيب معاه قليل وروحته يروح أكثر. مزبوط، تمام. وبالنسبة للخياطين بقى، يعني أي يعني لو ساي مثلا الخدمات اللي بتقدم داخل هولا ديزاين، هل فقط على الديزاينات اللي أنتوا بتحددوها ولا اختيارات؟ لا طبعا، هذه ديزاينات اللي هي مثل ما تقولين اللي مستمرة مستمرة، يعني الأغلب يطلبونها، يعني أغلب اللي حول المول، سكان اللي حول المول، اللي هم المنطقة اللي هي حول المول يطلبون هذه الديزاينات، فنحن نوفر لهم إياها بتشكيلات على طول. يعني نحن تشكيلاتنا على طول تتغير، يعني كل شهرين نغير الموديلات، يعني كل هذا اللي تشوفينه وراك كامل هذا يتغير كل شهرين، يتغير ما يستمر نفس ما هو. بس بعد إذا جت زبونة تبغي أي موديل ثاني، يعني عندها صورة ثانية، نحن عندنا الديزاينر يرسم لها الموديل اللي تبغيه وينفذون الخياطين.
يميز هولا ديزاين وسط هذه المنافسة الشديدة؟ والله نحن يميزنا الكواليتي والشغل، وان عندنا كل شيء جديد، ما نمشي على ستوكات، ما اخلي اي شيء عندنا ستوك يبقى في المحل. لو حتى بقى ستوك يا ان ننزل من سعره الى تحت حتى راس ماله، او نعطيه هدايا. بس ستوك عندنا في المحل ما يبقى اكثر من 3-4 شهور، ما يقعد ستوك عندنا في المحل. لازم البضاعه على طول تتجدد، عشان الكستمر يوم يدخل المحل يقدر يحصل شيء جميل، يقدر يحصل شيء لقاه يعني ما لقاه برا، يعني شيء جديد شافه يقدر انه ياخذ من عندك بشكل مستمر. لانه هني اذا بتتكلمين على العرب يغيرون دايم، كل شهر انت تحصلينهم يغيرون، لانه في الملابس اللي هي اليوميه الاستخدام اليومي، وفي اللي هي ملابس اللي هي تبعت الاعراس والمناسبات واللمات، في هذا وفي هذا. خاصه الملابس اللي هي تبعت اليوميه هذه تتغير على طول، كل شهر تحصلين فصلت 4-5 4-5 بتفصل كل شهر، فهذا انت لازم توفر لها على طول شيء جديد. اذا انت ما وفرت شيء جديد ما راح تقدر تشتغل. يا عارف استاذ عبد الله، صراحه ما شاء الله عليك، انا يعني لفت انتباهي ان حضرتك بتتعامل في التجاره هذه مش بدماغك انت، انت بتتعامل بدماغ العميل، وان انت تحاول تفهم متطلباته، فده اعتقد يمكن من اكتر الميزات اللي بتميز شغلك، اللي هو اعتمادك انت على فهمك للعميل وفهمك لاحتياجاته. فانا بحيي حضرتك على ده. الله يطول عمرك. الله يخليك. طب خلينا بقى نتكلم عن خطة حضرتك المستقبلية للبزنس خاص بيك بشكل عام، ولهولا ديزاين بشكل خاص. خطتي المستقبلية إن شاء الله أن يعني أوفر لهم كمحل يكون كامل، يكون محل كامل لأقمشة، ويكون جنبه يكون محل الثاني للخياطة كامل، يعني محل متخصص بالأقمشة كامل ومحل متخصص بالخياطة كامل، ويكون في تركات ثانية نزيد عدد التركات، لأن عدد التركات المستهدفة الحين يكون في طلب عليها كبير، فنحن ما نقدر نوصل لكل الكستمر بالترك، يعني دائما فولي بوك عندنا في الترك، فنحن نحاول نوصل للزبون اللي ما يقدر يجينا نحن نجيه. يعني خلاص الزبون هو في بيته يوصله كل شيء، من قماش، من تفصيل، خياطة، اللي يبغيه الزبون المحل كامل ينتقل له لبيته. إن كان هو في جال المحل يبي يتمشى ويجي يشوف في المحل، يجي يشوف في المحل، ما يبي يجي هو في الدوام هو في البيت، نحن نوصل له لين وين ما يكون، ونوفر له كل الخدمات وين ما هو يكون. لو أردنا من حضرتك كلمة للمستثمرين الجدد داخل دولة الإمارات، نصيحة تنصحهم يعني؟ والله صراحة حاليا مثل ما تقولين كإكسبو أنعش السوق. صحيح. أنعش يعني بشكل ملحوظ، يعني بشكل ملحوظ، وأنتم مثل ما شفتوا برع تشوف في ناس تتمشى وفي ناس تمر وتشوف. يعني بس نحن حاليا نحن اللي نستهدفه، نحن نستهدف اللي هم الموجودين، يعني نحن شغلنا مش شغلنا على الأجانب اللي جاية من برع الأغلب، بس شغلنا على اللي هم الفئات الموجودة، يعني كسكان عرب مقيمين أو مواطنين بشكل عام. يعني أنا لو يعني أقصد لو حضرتك بتقول كلمة للمستثمرين الجدد تدعوهم فيها للاستثمار داخل الإمارات. الاستثمار بشكل عام، تشوف وين ما وجد الأمان وجد الاستثمار، والدولة ما شاء الله والحمد لله نحن في أمن وأمان وعز ولله الحمد. يعني وين ما تروح أنت هني وأنت مرتاح، يعني نحن ولله الحمد تلقين محلاتنا مرات مفتوحة وما في حد داخل المحل، هذا يكفيك أن أنت قاعد في أمان، ما في حد في المحل والمحل مفتوح بالساعات ولا حد يقرب على المحل، هذا الحالة يكفيك من ناحية الأمان. يعني من تلقى الأمان خلاص أنت تفتح وأنت مرتاح، فهذه جدا جميلة، يعني نقطة جميلة من ناحية الاستثمار فيها. عظيم. خاصة الأمن والأمان كما حضرتك ذكرت، أنعم الله يعني أدام الله نعمة الأمن والأمان، وأدام الله علينا الشيوخ وحكامنا اللي بيوفرنا هذه النعمة.
لو أردنا من حضرتك وأنت ابن هذه الدولة كلمة شكر من قلبك موجهة إلى شيوخ حكام الدولة. الله يحفظ شيوخنا ويحفظ حكامنا ويطول في أعمارهم. نشكرهم على جهودهم اللي بذلوها معانا، ونشكرهم على الأعمال اللي قاعدين يسوونها، وعلى الجهد اللي بذلوه في جائحة كورونا، وعلى دعمهم لنا المستمر إن كان ماديا أو معنويا. بصراحة ما قصروا هم معانا، ففي جائحة كورونا كانوا واقفين معانا قلبا وقالبا، وأكسبوا الحين فتحوا لنا أكسبوا، يعني استقطبوا لنا السياح بشكل كبير. هذه دعم كبير للدولة، فبصراحة هم ما قصروا معانا الشيوخ، والله يطولهم يطول عمارهم ويحفظهم لنا. سألك سؤال أخير وليس آخر، لو كان هناك شخص في حياة عبد الله الشخصية كان له دور مؤثر في حياتك، سندك ودعمك وآمن بك وبأفكارك، فرصة من خلال كفاءات الإمارات تذكر لنا هذا الشخص حتى ولو كان هو أنت هذا الشخص وتعطي له شكرك. والله أنا أشكر اللي هم والدي، هم دائما مصدر للهام، دائما اللي يكونون هم الوالدين مصدر للهام للشخص بشكل عام، هم يحمسونك وهم يحفزونك معنويا، يساعدونك انك انت تكون مستمر في البزنس. انا بشكل عام يعني كل ما اجي افكر في شيء يقولوا لي لا اكمل، يدزوني يعطوني البوش، فهذه انا اشكرهم فيها، اشكر والدي فيها والحمد لله عليها. كل الشكر للوالد والوالدة ان قدموا نموذج للمجتمع مثل حضرتك، صراحة فخر ليهم وفخر لبلده. وصراحة نشكر بعد مقطع كلامك، ونشكر دار التنمية الاقتصادية ومشاريع خليفة، الشيخ خليفة نشكره على المشروع خليفة للدعم للمستثمرين، هذه اللي هي دعم للمستثمرين، يعني تمويل للمستثمرين فيها ودعم للمستثمرين، ونشكرهم فيها بعد. شعبها وسرها واجمل تلاحم بحرها معبرها، وشيوخها اللي للسحاب تجرها في حب